ازيك يا ملك الغابة؟ ازيك يا ملك سلطان؟ ايه الأخبار؟ شفت اللي حصل في الغابة الشرقية؟ الحيوانات مفترسة هجمت عليها وخلصت على نص الغابة. كل ده حصل يا نمور هناك؟ وانت كنت فين؟ ما انقذتش الغابة بتاعتهم ليه؟ كان لازم تروح وتنقذهم من الحيوانات المفترسة. زمانهم حصل لهم ايه؟ يلا بينا، خلينا نروح لهم بسرعة ونشوف اخبارهم ايه. حرام عليك يا نمور، كان لازم تنقذهم. سامحني يا ملك سلطان، والله الهجوم كان بالليل وما كنتش خالص موجود، انا كنت نايم وما اعرفش ان هما هيعملوا هجوم بالليل. سامحني يا ملك سلطان، انا لما رحت عشان انقذهم لقيت كل حاجة اتدمرت والضباع كلها هربت والحيوانات هربت وما عرفتش انقذهم. سامحني يا ملك سلطان، انا اسف، ما عدتش هعمل كده تاني وهخلي بالي بعد كده. يلا بينا يا نمور، خلينا نروح نشوفهم ونطمن عليهم. يلا. شفت يا ملك سلطان؟ شفت اللي حصل لنا؟ الضباع المفترسة والدب الظالم إيجوا الغابة، دخلوها ودمروا كل حاجة فيها. يا أسد يا ملك، احنا مش عارفين نعمل ايه. انقذنا يا ملك سلطان. زروفة راحت مني يا ملك سلطان، زروفة راحت مني، زروفة راحت مني. يا عم سلطان، يا عم سلطان، بابا الفيل راح مني. بابا اللي كان بيجيب لي كل حاجة، كان بيجيب لي اللعب وكان بيجيب لي الأكل اللي أنا بحبه، راح مني يا عم سلطان. أنا عايزة بابا، أنا بحب بابا جدا وما كنتش هزعله تاني، بس هاتلي بابا يا ملك سلطان، أنا عايزة بابا، أنا بحبه قوي. ما تخافوش يا حيوانات الغابة، أنا جنبكو مش هسيبكو، أنا هاخدكو عندي الغابة وهتعيشوا معززين مكرمين لحد ما نصلح لكو الغابة بتاعتكو وترجع زي الأول وأحسن. ما تخافوش يا حيوانات الغابة، انتوا عندي هتكونوا في أمان لحد ما نقبض على الضباع المفترسة وانتقم لكم منهم وارجع لكم كل حقوقكم. كنت عايزني يا ملك سلطان خير في حاجة؟ أيوة يا نمور، أنا عايزك اجمع لي كل الأبطال الخارقين، أنا عايزهم عشان ننتقم من كل اللي افترى على الغابة الشرقية. يلا يلا يا نمور، هاتهم لي بسرعة. تحت أمرك يا ملك سلطان، اللي تؤمر بيه لازم يتنفذ، بعد إذنك هروح أجمعهم. إزيكم يا أبطال يا خارقين؟ الملك سلطان عايزكم ضروري، في مهمة ليكم وعايزكم تعملوها، تعالوا معايا. ازيكم يا ابطال يا خارقين، عاملين ايه؟ انا عايزكم في مهمة المرة دي، مهمة بس صعبة شوية. الغابة الشرقية اللي جنبنا كل الضباع المفترسة والحيوانات المتوحشة قضت عليها، انا عايزكم تجيبوا لي الضباع المتوحشة، انا لازم اقضي عليهم كلهم، وعايزكم انتوا في المهمة دي لازم تعملوها. انا عارف يا ابطال انتوا قدها وقدود. تحت أمرك يا أمرك يا ملك ملك سلطان، سلطان، تحت تحت أمرك. أمرك. يلا يا أبطال، في رعاية الله، روحوا اقضوا على كل الضباع المفترسة. مع السلامة. اوعى تفتكر ان انت هتقدر على حيوانات الغابة. الملك سلطان قالينا نقضي عليكم. يلا خد في دماغك، خد في دماغك يا شرير، قتلت كل الحيوانات. صلاة النبي أحسن. سيبك، مش شفت حاجة. طيب اجي عليك وانت وحيوانات الغابة، خد في دماغك انت وحش، خد. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوة دي؟ انا هوريك الحلاوة على رسولها. خد في دماغك، خد في دماغك يا ضبع يا اسود، خد في دماغك. ده انا مش هسيبكم النهارده، انتوا كلكم لازم تروحوا الملك سلطان. خد في دماغك. جميلة بس جبارة. أنا الدب الدبديبو، أنا دبدوبي، أنا دبدوبي، أنا دبدوبي، أنا دبدوبي. إيه ده؟ أنت بتعملي إيه هنا يا سنيورة؟ مش خايفة على نفسك مني لقتلك واكلك؟ هم المم. هو أنت عشان تخين هي دبدوبي فاكر إنك ممكن تأذيني؟ ده أنا عندي قوة خارقة وهوريك دلوقتي. ليلي يا حلو يا تخين، تعالى لي بقى يا دبدوب يا تخيني، خد في دماغك. والله ما انا
دبدوبي عشان تبقى قال ايه تقول انا دباديبو انا دباديبو، ده انا هموتك. يلا كده احسن. يا تسلم ايديكوا يا ابطال يا خارقين قدها وقدود، انا طبعا كنت واثق فيكوا ان انتوا هتعرفوا تعملوا كده، عشان كده اجمعتكوا وجبتكوا تعملوا المشوار المهم دوت. متشكر جدا ليكوا، متشكر جدا، انتوا فعلا اثبتوا ان انتوا اعز اصدقاء عندي، انا بحبكوا جدا يا ابطال يا خارقين. تسلم ايديكوا، خلصت عليهم احسن عشان ما يأذوش حد تاني، انا متشكر ليكوا جدا يا ابطال يا خارقين، شكرا. ولا يهمك يا اسد سلطان، احنا تحت امرك، انت جمايلك علينا مغرقانا. يلا عايز حاجه بقى؟ مع السلامه، احنا لازم نمشي عشان ورانا حاجات تانية كتيرة قوي نعملها. يلا سلام. يلا يا اصحابي، احنا الابطال الخارقين، ادنا لايك ودوس اشتراك، بنحبكوا جدا، نشوفكم في حدوته جديده مع عالم حواديت. يلا مع السلامه يا اصحابي. وبكده يا اصحابي تكون خلصت حكايه عالم حواديت. في عالم حواديت قصص وحكايات كتيره قوي هتحبوها. باي باي.